يتأثر الجهاز المناعي عند المرأة الحامل أثناء فترة الحمل، مما يزيد من فرصة إصابتها بالزكام. يقدر بيان أن مدة الإصابة بالزكام أثناء الحمل تكون أطول من المعتاد، لذلك يجب على الحامل اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من الزكام قدر الإمكان. ومن الأخبار السارة أنه بالرغم من تسبب الزكام بالكثير من الأعراض بما فيها شعور الحامل بالتعب والإعياء العام، إلا أن ذلك لا يؤثر في صحة الجنين، كما تتوفر عدة خيارات علاجية للتخفيف من هذه الأعراض. في المقابل تعد إصابة الحامل بالأنفلونزا هي خطر عليها وعلى الجنين، وتتميز عن الإصابة بالزكام بسرعة ارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع والشعور بألم العضلات والتعرق. لذلك تجدر مراجعة الطبيب في حال معاناة الحامل من الأنفلونزا. كما توجد عدد من العلاجات المنزلية والتي قد تساعد على التخفيف من الأعراض المصاحبة للزكام عند الحامل، والتي تعد آمنة أثناء الحمل، وفيما يلي بيان لبعض منها. أولا، الحصول على الراحة، فيجب الحرص على الحصول على قسط كافي من الراحة عند الإصابة بالزكام أثناء الحمل، ويمكن ذلك من خلال أخذ قيلولة أثناء النهار، والحرص على النوم بشكل جيد أثناء الليل، والجلوس لإراحة الجسم عند الشعور بالتعب. ثانيا، تناول الطعام، فقد تنخفض الرغبة في تناول الطعام عند الإصابة بالمرض، ولكن يجدر بالأم الحامل الحرص على الاستمرار في تناوله بشكل طبيعي خلال هذه الفترة. وفي حال عدم القدرة على تناول وجبات كبيرة، يمكن تقسيم الوجبة إلى عدة أجزاء صغيرة على أوقات مختلفة من اليوم. ثالثا، تناول كميات من السوائل، فهنا يجب الحرص على تناول الكميات اللازمة من السوائل أثناء الإصابة بالزكام لتعويض السوائل المفقودة، ويمكن شرب المياه أو أي من أنواع العصائر الأخرى، كما يساعد تناول حساء الدجاج على التخفيف من الالتهابات والاحتقانات المصاحبة للزكام. رابعا، المضمضة، حيث تساعد المضمضة بالماء الدافئ على تخفيف التهاب الحلق والسعال المصاحبين للزكام، كما يمكن التخفيف من التهاب الحلق بتناول كوب من الشاي الدافئ الخالي من الكافيين والمضاف إليه العسل أو الليمون. سادسا، محلول الأنف الملحي، فيمكن اللجوء إلى استخدام قطرات الأنف أو بخاخات الأنف للمساعدة على تقليل سمك المخاط في الأنف والتخفيف من التهاب أنسجة الأنف الداخلية. سابعا، ترطيب الجو، حيث يساعد ترطيب الجو على التخفيف من أعراض الاحتقان المصاحبة للزكام، ويمكن تحقيق ذلك باستخدام جهاز الترطيب المنزلي أو الاستحمام بالماء الدافئ المصحوب بالبخار أو استخدام التبخيرة واستنشاق البخار، كما ينصح برفع الرأس عند الاستلقاء للتخفيف من احتقان الأنف. أخيرا، الكمادات، حيث يمكن استخدام كمادات المياه الباردة أو الدافئة للمساعدة على التخفيف من ألم الجيوب الأنفية. وإن تعرض الحامل للزكام لا يسبب أي مشاكل صحية على الجنين في معظم الحالات، ولكن قد تؤدي الإصابة بالأنفلونزا إلى بعض المضاعفات الصحية، والتي تزيد من خطر حدوث تشوهات خلقية عند الجنين أو حدوث ولادة مبكرة. لذلك ينصح في حال ظهور أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا باستشارة الطبيب، وتقدر مراجعة أحد المراكز الصحية على الفور في حال مصاحبة الزكام لأي من الأعراض التالية: أولا، المعاناة من صعوبة التنفس، ثانيا، الشعور بالدوخة، ثالثا، الشعور بألم أو ضغط في منطقة الصدر، رابعا، المعاناة من التقيؤ الشديد، خامسا، الإصابة بالتشوش والارتباك، سادسا، المعاناة من النزيف المهبلي، سابعا، الشعور بتراجع في حركة الجنين، ثامنا، المعاناة من الحمى وعدم انخفاضها بعد تناول دواء الباراسيتامول.